أنا هنا بخصوص انطلاق المبادرة الأولى النسوية لحرية القائد الأممي عبد الله أوجلان. هو القائد كان منصف للمرأة، أعطى المرأة فكر جميل، كان داعم لها. فمن الواجب أنا كمرأة وليس كليبية أو كردية أكون داعمة لهذه القضية وأكون مناصرة له بإيجاز. بداية القائد عبد الله أوجلان، يعني ما حنقوله ما كل يعرف شو هو أو شن قضيته أو شن هي المشكلة اللي هو حاليا بسببها مسجن، لكن عن طريقنا وعن طريق الإعلام ممكن نوصله عبد الله أوجلان فكره وأفكاره وكتبه الداعمة للمرأة، وخاصة إحنا كنساء دوما كنا يعني الطابع الإنسانية عندنا موجود والحافز موجود الأنثوي متواجد. فلو كان ملمين بهذه التفاصيل حيكونوا داعمين دون مشك، يعني بغض النظر كونوا كردي كونوا لبناني كونوا عراقي، لا احنا بنحكوا على انسان له افكار داعمه ونقولوا نحن مقويه للمراه، وهذا شيء مهم جدا نحن كنسويات.